شايفين بقى الكعك وحلاوته، عملناه بمكونات سهلة وبسيطة موجودة في كل بيت. يلا نشوف هنعمله مع بعض ازاي. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة. يلا نشوف هنعمل الكعك مع بعض ازاي. السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض الكعك. هنجهز اول خطوة، عندي نص كوباية من المية الدافية، معلقة كبيرة من السكر، معلقة ونص صغيرة من الخميرة، هنقلبهم مع بعض ونركنهم ربع ساعة ونجهز الخطوة التانية. دلوقتي عندي كيلو من الدقيق، نص كيلو من السمنة، معلقة بيكنج باودر ورشة ملح. دقيق حلو وسمنة حلوة هيطلع الكعك معانا ممتاز. هضيف البيكنج باودر ورشة الملح، هاخد معلقتين كبار من السمنة بتاعتي وهقدحهم كويس قوي على النار. بعد ما قدحت نص كمية السمنة بتاعتي هنزل عليها بمعلقتين من السمسم ياخدوا تحميصة جوه السمنة. وهنزل بالسمنة بتاعتي على الدقيق. هديهم تقليبة بسيطة. وهنزل بباقي كمية السمنة. انا عاملاها نص على البارد ونص السمنة مقدوح عشان تكون الكعك بتاعنا يكون خفيف. ودلوقتي بعد ما قلبناه مع بعض كويس هنبدأ نبس الكعك بإيدينا. هنبس الدقيق مع السمنة كويس قوي، دقيق كويس سمنة كويسة هيطلع معانا الكعك زي الفل. هنبس الدقيق مع السمنة لمدة 10 دقايق. بعد 10 دقايق من البس هنعمل اول اختبار للعجينة، هنكورها كده كده العجينة مظبوطة معانا. لو شرخت هنزود معلقة من السمنة. دلوقتي هنضيف الخميرة بتاعتنا ومعلقة صغيرة من الفانيليا وهنقلبهم مع بعض. اول ما هنزل بالخميرة العجينة بتاعتي هتبدأ تنشف. انا ما بعجنش، انا هلم كله على بعضه وهسيبهم 10 دقايق يرتاحوا. دلوقتي بعد ما لمينا العجينة مع بعض هنعمل الاختبار التاني. العجينة ما بتشرخش معايا، هسيبها 10 دقايق لغاية لما اجهز الصاج بتاعنا. دلوقتي بشكل الكعكة بالمقاس اللي انا محتاجاه، احطها في الصينية كده وبالبصمة بتاعتي، بسيب بين كل واحدة مسافة وهنسيبهم ربع ساعة وهندخلهم الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 10 دقايق. ممكن نعملها بالشكل ده. هنكمل الكمية كلها ونرجع لكم. دلوقتي احنا خلصنا الصينية الاولى معانا، هخلص باقي الكمية وهنسيب الخليط يرتاح، هنسيب الكعك بتاعنا يرتاح لمدة ربع ساعة وندخله الفرن على درجة حرارة 170 لمدة 10 دقايق. خلصنا كمية الكعك كلها، طلعت معايا 3 صواني، هندخلهم الفرن ونشوفهم هيطلعوا مع بعض ازاي. دلوقتي بعد ما الحاجة بتاعتنا استوت اخدت لون من تحت ومن فوق، رشينا عليها سكر بودرة، عملنا الميني الصغنن
وده بيكون شكلها النهائي، وده بيكون الشكل النهائي للكعك بتاعنا. يا رب تجربوه، لو عجبكم ما تنسوش لايك وشير وتشتركوا بالقناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.